حيوانات الشمبانزي من أذكى الحيوانات على كوكب الأرض، أو هي بالفعل الأذكى على كوكب الأرض. صفاتها مقاربة جدا للبشر لدرجة أنه ممكن نعتقد أنه هي عندها عقل حرفيا وعندها وعي بشكل كامل. بأغلب الأحيان هي حيوانات ذكية ولطيفة، لكن أحيانا قد تكون مميتة. أنا ساري حسام وهسه 12:30. مرحبا، شلونكم؟ قصة جديدة أنا سامعها من زمان، لكن هاي القصة حرفيا أبد ما تموت قد ما هي قصة بالفعل مرعبة وبشعة، ومرعبة بشكل مختلف عن كل القصص اللي ممكن تسمعوها، لأنه بطلها هو مو إنسان، هو حيوان. بطل حكايتنا هو شمبانزي صغير، انولد سنة 95 بولاية ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية. طبعا أبوه كان يعني جايبي من نيجيريا، ووالدته أو أم لهذا الشمبانزي كانت عايشة بحديقة حيوان لفترة طويلة من عمرها، وبعدها جابوها لهذا المكان. طبعا هذا المكان اللي انولد به هو مثل المجمع أو يعني المحمية الصغيرة اللي مختصة بالحيوانات، وأغلبها الحيوانات البرية. طبعا كانت الظروف بهاي المحمية ظروف غير مناسبة، أقفاص صغيرة ما تشبه أبدا الطبيعة اللي تعودوا أنه يعيشون بيها. المهم بعد 3 أيام فقط من ولادته أخذوه من أمه وهو صغير، وتم بيعه لزوجين اسمهم ساندرا وجيم هيرولد. طبعا اشتروا هذا الشمبانزي من هذا المحمية هاي بمبلغ 50,000 دولار. طبعا هذا الموضوع هو غير يعني شرعي، ما يصير هاي الحيوانات يتم التجارة بيها بهذا الشكل. المهم هذول الزوجين كانوا موصين للمرأة اللي تشتغل بهاي المحمية هي وزوجها، انه احنا نريد شمبانزي صغير اول ما ينولد احنا ناخذه ونربي. وكانت حالتهم كلش زينة تسمح لهم انه يشتروه بسعر غالي. 50,000 دولار هو مبلغ كبير كلش بسنة 95، وما زال لحد اليوم هو مبلغ يعني مو شوية. فلما انولد خابرت أم المحمية هاي على ساندرا وزوجها، وإجوي أخذوه من عمره 3 أيام فقط، وبدأوا يربوه وترضعه، يعني عاملته كأنما هو ابنها هي وهذا زوجها، عاملوه كأنما هو ابنهم هذا الشمبانزي، وسموه ترافيس على اسم المغني المفضل مال ساندرا. طبعا ساندرا وزوجها كان عندهم بهذاك الوقت بنية. طبعا رغم أنه يعني ساندرا وزوجها كان عندهم بنية بهذاك الوقت، لكن كانوا يعاملون ترافيس على أنه هو ابنهم الثاني. فكان عايش وياهم حياة كلش سعيدة هو وصغير، وكان معروف كلش بالمنطقة اللي هم عايشين بيها، يعني منو عنده شمبانزي فأكيد راح يكون مشهور كلش هذا الشمبانزي. طبعا هم كانوا عايشين بولاية اسمها كونيتيكت، يعني ولاية بالولايات المتحدة. المهم كان عندهم شركة لسحب السيارات، فكانوا يأخذوا وياهم لهاي الشركة والناس تتصور وياه وتلعب وياه، ويعني كان شمبانزي صغير كلش كيوت مثل ما نقول. وأيضا كانوا ياخذوه وياهم للاسواق ويسوقون هو وياهم، وياخذوه للحدائق، فاعتادوا كل يعني سكان هاي المنطقه وجيرانهم عليه، وعلى انه يعني هذا ترافيس الشمبانزي الصغير اللي احنا نلعب وياه. ترافيس كان ذكي جدا، كان يعني يتعامل ويا الناس كانما هو بشر. كان يجي للمحل ويا ساندرا وزوجها وهو لابس تيشرت البيسبول مالته اللي نعرف بيه، وكان كلش ذكي يسلم على الناس ويتواصل وياهم، وايضا كان يسوي التحيه لكل شخص شرطي او ضابط شرطه يشوفه قدامه من مجرد من هدومه يسوي له التحيه مع الشرطه، فكانوا الكل يعني يحبوه بالمنطقه. ترافيس او الشمبانزي هذا بدا يصير كلش ذكي وهو يكبر بنص البشر، وبدأ يصير اجتماعي كلش، يعرف شو وقت يلعب وش وقت يكون جدي وهادئ. بدأ انه يعرف حتى بنفسه يشغل جهاز الكمبيوتر ويشغل التلفزيون عبر الريموت ويتفرج برامجه المفضلة واللي كانت اغلبها العاب البيسبول. وايضا كان يعني يحط حزام الامان من يصعد للسيارة، ومو بس هيجي كان ايضا مرات يقود الشاحنة الخاصة بساندرا وزوجها اللي مربيه. فكان يعني ذكي بشكل مو طبيعي، وكان ايضا يحب كلش ثلاجات الايس كريم، وكان يعرف شو وقت تيجي سياره الايس كريم، شو وقت الوقت مالتها اللي تيجي يم بيتهم، فينزل بنفسه ويشتري من عندهم الايس كريم. مثل ما حكيت لكم ساندرا وجيم كان عندهم ايضا بنيه طفله، يعني بنيه، وسنه 2000 للاسف تعرضت لحادث سير صادم جدا وتوفت، فزاد تعلقهم اكثر بترافيس وبداوا يعتبروه انه هو ابنهم الوحيد. المهم بدت الدراما تزيد ويا هاي العائله، وبسنه 2004
2004 توفى زوج ساندرا اللي هو جيم بسبب سرطان المعدة. فهنا صار ترافيس هو العائلة الوحيدة لساندرا، صار هو ابنها، صارت تنوم يمها وتوكل بنفسها وتسبحها، يعني كأنما هو طفلها الوحيد. ولأنه كان شامبانزي كلش ذكي وكيوت وصغير، همينه بدأ يشتغل، يعني بدأ يطلع ببرامج تلفزيونية، وطبعا هي ساندرا اللي تصطحبه، تحب إنها تطلعها وتشوفها للناس أكثر. وهمينه سوى إعلان كلش مشهور البيبسي بهذاك الوقت هو وصغير، فكان يعني دا تزيد شهرته بالمنطقة اللي هو عايش بيها وحتى خارج هاي المنطقة. You're welcome. Thank you. You're welcome. بدا شوية شوية ترافيس يكبر وبدا شوية شوية يبين وجهه الثاني. بسنة 2003 صارت حادثة مشهورة كلش، انه ترافيس وساندرا كانوا بالسيارة، كانت ساندرا دا تسوق وترافيس قاعد يمها على يعني الكرسي اللي يم كرسي السائق، وكان لابس حزام الامان وكل شي طبيعي ومفتوح الجامة كالعادة يعني. فمرت من يمهم سيارة المجموعة من الشباب اللي استغربوا وجود شمبانزي قاعد بالسيارة، فبدأوا انهم يحاولون يتحارشون بيه، وصلت بيهم انهم يشمرون عليه بطل ماء صودا، يعني ظنوا انه راح يضرب يعني بالجامة ويوقع، لكنه عبر من الجامة ووقع على ترافيس. ترافيس هنا كلش صار عصبي وانصدم من اللي صار، ففك حزام الامان وقمز من الشباك وبدأ يلاحق هذول الشباب لأنه ما قدر انه يلزمهم، لأنه عصب كلش واستغرب من الوضعية، نام بنص الشارع ووقف حركة السير. راح اعرض لكم الصور مال اللي صار لأنه تصور. المهم بعدها يعني طبعا اتصلوا الناس بالشرطة، وبدأوا الشرطة يحاولون انهم يسحبوه للسيارة او انهم يقنعوه انه يقوم، لكنه كان يداهرهم، يعني يدخل من الباب مال السيارة يطلع من السيارة الثانية ويعاند الشرطة ويعاند ايضا ساندرا. طبعا بهالوقت كان ترافيس عمره 8 سنوات وبدا حجمه يكبر وبدا وزنه ايضا يزيد ويكبر، فكان صعب السيطرة عليه. أخيرا تم السيطرة عليه بدون خسائر تذكر، لكن أصدرت البلدية بهذاك الوقت قانون يحظر على الناس بهاي الولاية إنهم يحتفظون بالرئيسيات اللي يزيد وزنها عن 20 كيلو أو تحديدا 23 كيلو، لأنها يعني تعتبر خطرة ومكانها مو مناسب إنها تعيش ببيئة سكنية. بس البلدية والحكومة بهذاك الوقت مال هاي الولاية ما عارت اهتمام للموضوع، لأنه بالنسبة لهم يعني هذا الشمبانزي ترافيس هو شخصية معروفة بهاي المنطقة وما يعني ماكو منه أذية تذكر، فلذلك يعني غلسوا على الموضوع مثل ما نقول وخلص انتهى الموضوع وخلصت هاي المشكلة لحد هنا. بدأ ترافيس بمرور الوقت يصير مزاجي أكثر وأكثر، وبدأ بسرعة يتعكر مزاجه وبسرعة يعصب ويعاند ويداهر ساندرا، وإذا ما تنطي الشيء اللي يريده كان يغضب ويكسر ويزعل، فبدأت شخصيته كلش تتغير ويعني صار مزاجي أكثر عن اللازم، وهذا الشيء بدأ يخوف ويقلق ساندرا، وبدأ أكثر من مرة يحاول إنه يهرب من البيت، وهاي يعني عادة ما كانت متعودة ساندرا عليها إنه يسويها، لكنه بدأ يحاول بالفعل إنه يهرب من البيت أو يكسر بعض الشغلات حتى يحاول إنه يطلع. وبنفس الوقت بدأ وزنه يزيد أكثر من اللازم، لأنها كانت توكل أكل أبداً غير صحي وآيس كريم ويعني جانك فود هواية فاست فود، فبدأ وزنه كل شيء يزيد وشكله يتغير، فبدأ شكله يصير حرفياً مرعب ومخيف للناس. فحتى تحمي ساندرا قررت أنها تصنع له قفص كلش كبير بداخل البيت حتى تحتفظ بيه بهذا القفص بدون ما يسوي أي مشاكل أو يحاول أنه يهرب. فبالفعل بنت له هذا القفص وخلته عايش فقط بالبيت وتسمح لأنه يطلع فترات يشوف تلفزيون أو شيء ويرجع لهذا القفص بدون ما يطلع أبدا من البيت حتى لا يشوفون ناس بهذا الحجم فيشتكون عليها أو يحرموها من عنده أو إلى آخره. وبسبب قعدته داخل البيت وبداخل هذا القفص والأكل الغير صحي مثل ما حكيت لكم، زاد وزنه بشكل مبالغ به، وصل 91 كيلو، وهذا وزن جدا عالي بالنسبة للحيوان الشمبانزي. وبسبب حالته هاي بدأ مزاجه أكثر يتغير وبدأ يكتئب وبدأ تصير عنده حالات غضب وقلق مفاجئة جدا، وقالت ساندرا إن كان يراقبها هي ونايمة بنظرات جدا غريبة، فهي نفسها بدأت تخاف من عنده، ورغم أنه هواية قالوا لها
انه يعني ترافيس كبر وصار حجمه وشكله وتصرفاته غريبه، ويعني خلص صار خطر عليك وعلى كل اللي بالمنطقه، فمكان الحقيقي هو الطبيعه او انك توديه لمحميه طبيعيه يعني يلقى بيها البيئه المناسبه له، الا انه هي رفضت تماما لانها كانت جدا متعلقه بي. اوكي، نوصل اليوم المشؤوم اللي هو يوم 16 شباط شهر الثاني من سنة 2009، حوالي ساعة 4 الا ثلث العصر. بهالوقت ترافيس كان صاير عمره 14 سنة تقريبا، وكان وزنه عابر 90 كيلو، وكانت ساندرا بعدها خافيتة ومحتجسته بالبيت حتى ما حد يشوفه ابدا او ما يثير رعب الناس اللي تعودوا عليه انه هو هذا القرد الكيوت الصغير اللي صار يعني تقريبا وحش. كان صار لها حابستها وخافيتها عن الأنظار مدة 4 سنوات، وكانت حالتها النفسية دا تسوء أكثر وأكثر، لدرجة أنه ساندرا كانت تنطي أدوية مضادة للاكتئاب وللقلق يعني التفكير الزايد اللي كان يصير عنده. وطبعا هاي الأدوية لها كثير من الأعراض الجانبية. المهم بهذا اليوم كانت ساندرا اللي كان عمرها 70 سنة بهذاك الوقت، وصديقة إلها اللي اسمها شارلا ناش وهي بطلة قصتنا اليوم واللي كان عمرها 55 سنة بهذاك الوقت، كانوا طالعين حتى يسهرون بأحد الأماكن ويتغدون، وبعدها رجعوا ثيناتهم للبيت. طبعا شارلا وساندرا كانوا عايشين قريب واحدة من الثانية، يعني بيوتهم قريبة واحدة من الثانية. بعد ما رجعوا للبيت ووصلت ساندرا لبيتها، قالت إنه هي لاحظت انه ترافيس كانت شخصيته جدا غريبه وما له مزاج ولا بالاكل ولا بالتلفزيون، رغم انه هم اكثر عادتين هو كان يحبهم ومتعود عليهم بال4 سنوات الفاتت، ولاحظت عليه انه دا يشعر بملل وانه دا يشعر يعني بشعور مو حلو، فطلعته شويه بالحديقه حتى يلعب بالشاحنه مالتهم وهيجي، وبعدها بدت تطلب من عنده انه يدخل، لكنه رفض انه يدخل للبيت. ومو بس هيك، قدر يقاومها وهو بهذا الوقت مثل ما قلت لكم يعني كان وزنه عابر 90 كيلو، كان ضخم وطويل جدا، وهي كانت مره كبيره عمرها 70 سنه، فقدر انه يقاومها بسهوله ويهرب بالحديقه مالتها. هي عندها بروبرتي يعني عندها حديقه واسعه داير مداير بيتها، لكن بسهوله يقدر انه يعبر السياج ويطلع من عندها، فبسرعه حاولت انها تدخله ما قدرت له، دخل بالبيت اخذ السويتش مال سيارتها وطلع وراح للسيارة، يعني كان دا يحاول انه يسوق السيارة ويطلع، لانه مثل ما قلت لكم كان صار لها حابسته 4 سنوات بعد ما تعود على الحياة الاجتماعية والطلعات، حبسته لمدة 4 سنوات. المهم بعد ما فقدت الامل بانه هي الدخلة، اتصلت على صديقتها شارلا وقالت لها تعالي وساعديني لانه مدى اعرف شلون ادخله للبيت. شارلا تعرف ترافيس الشمبانزي كلش زين لانه هي صديقة قديمة لساندرا واصلا تشتغل وياهم بنفس الشغل، فهو كان متعود عليها وهي متعودة عليه، فيعني هاي مو اول مرة يصير هيك شيء وتجي هي تساعدها او هيك، فاجت رأسا من بيتها القريب، اجت البيت ساندرا، دخلت على ساندرا وقالت لها اهدئي انا راح اطلع وراح اجيبه وراح ارجع ادخله للبيت، فاخذت الدمية الحمراء المفضلة مال ترافيس وطلعت حتى يعني شلون تلوح له بيها حتى يجي ياخذها من عندها فيدخل للبيت، لكنها ما تدري انه بهاي الحركه سوت اكبر غلط بحياتها. بدت تنادي ترافيس وتلوح له بالدميه الحمراء مالته، لكن هنا وبدون سبب يذكر او بدون سبب منطقي ترافيس جن جنونه، تخبل، عصب جدا وكشر بانيابه الحاده وهجم على شارلا بكل قوته ووزنه العالي، ويعني طرحها بالارض وقعد عليها وبدا حرفيا يمزق وجهها، بدأ يصرخ بطريقة جنونية ويمزق وجه يعني شارلا بسنونه، وأيضا يمزق بإيدها وأصابعها اللي كانت تحاول تحمي وجهها بيهم من عنده، بدأ يصرخ عليها وبدأ يعض ويعني يسحب اللي يطلع بسنونه من وجهها ومن ايديها. طبعا هنا طلعت ساندرا وهي مذعورة وهي دا تشوف صديقة عمرها وترافيس اللي تعتبره مثل ابنها وهو قاعد دا يمزقها حرفيا، فبدت انها تحاول انها تشمر عليه شغلات، بعدها شالت الشافل او احنا نسميه الكرك وبدت تضربه على ظهره بقوة على امل انه يتركها، لكنه ما كان دا يتركها ولا كان دا يتأثر ابد، فدخلت للمطبخ وجابت السكين وبدت انها تدوس على قلبها وتطعن بظهره بس حتى يترك صديقتها، لكن ما سوى اي شيء غير انه التفت عليها بنظره كلها استغراب وبراءه، يعني كانه ما دي يقول لها ليش،
وبعدها رجع كمل مهاجمته لشارلا واللي كانت فاقدة الوعي بهاي المرحلة. طبعا ساندرا أخذت السكين ودخلت لوحدة من سياراتها وهناك اتصلت بالشرطة وبلغتهم على كل اللي دا يصير. طبعا مكالمتها للشرطة اللي تعتبر مكالمة مرعبة جدا موجودة أونلاين واللي قلبه ضعيف لا يسمعها أبدا لأنه ممكن إنها تطارده بكوابيسه، يبين بالمكالمة شقد كانت ساندرا مذعورة وهي دا تبلغ الشرطة على إنه الشمبانزي يعني قتل صديقتها. ومو بس هيجي، يبين صوت ترافيس أثناء المكالمة وهو دا يصرخ ويعني يبين صوته بوضوح. رح أعرض لكم هذا التسجيل، اللي ما يحب يسمع هاي الشغلات خليه يمشي، هو التسجيل قصير وما رح أعرضه كله أصلاً، فخلونا نسمعه. The chip killed my friend. What's the problem with your friend? Oh, please. What's the problem with your friend? I need to know. Send the police up with a gun. With a gun. Hurry up. Who has a gun? Please hurry up. He's killing my girlfriend. What is the problem? He's killing my friend. Who's killing your friend? My chimpanzee. Oh, your chimpanzee please. Is killing your friend. Yes. He ripped her apart. Hurry up. Hurry up, please. There's someone on the way. With guns, please. You shoot him. What is the monkey doing? Tell me what the monkey's... He ripped her face off. If the monkey moves away from your friend, let me know, okay? So we could try to help your friend. No, I can't. She's dead. She's dead. بعد 10 دقائق من الاتصال وصلت الشرطة لمكان بيت ساندرا، وهناك لقوا شارلا ممددة وفاقدة الوعي تماما، وكان منظرها بشع جدا. طبعا اكو صور بس مستحيل اعرضها، كان يعني انفها ما موجود من مكانها، مشيول يعني شفايفها، عيونها، خدودها، ذقنها، كل وجهها كان مختفي من مكانه. وايضا يعني ايدها كانت واحدة من عندهم مبتورة والثانية كانت تقريبا 3/4 مبتور، كل أصابعها كانت مقطعة ويعني موجودة حولها. طبعا رجال الشرطة هنا شافوا ترافيس كان تعبان ودا يتجول بالحديقة بالقرب من شارلا وهي ممددة، فهجم على سيارة الشرطة وبدأ يحاول انه يفتحها بإيده، وهذا الشيء اللي هم ما متوقعين انه ممكن يعني شمبانزي يسويه. فبالفعل فتح سيارة الشرطة بإيده وتقريبا دخل لداخل السيارة بوجهه وأنيابه اللي كان بعده يعني كلها دم، ويعني صار شكله حرفيا مرعب. فما كان على الشرطي غير انه يطلع مسدسه ويطلق 4 رصاصات على ترافيس، يعني وقعته على الارض وبعدها نهض وبدا يمشي وراح بعيد بالحديقه. طبعا راحوا قبل ل يعني جثه شارلا، ويعني كانت اكو معجزه انه شارلا كانت بعدها عايشه ودا تتنفس، فاخذوها ونقلوها للمستشفى. وبعد إجراء عشرات العمليات إلها قدرت أنه بالفعل تعيش، لكن بمعاناة كلش كبيرة. أولاً فقدت البصر، فقدت إيديها، ووجهها أصلاً كان يعني ماكو وجه أصلاً. ورغم أنه سووا لها عمليات نقل وجه، ورغم أنه سووا لها هواية شغلات، نقلوا لها إيد كاملة أيضاً، لكن فشلت العملية وجسمها تسمم ورادت تموت. فظلت يعني سنوات من المعاناة هي بالمستشفيات حتى بس أنه ترجع شكلها لسابق عهده. بعد ما تبعوا الدم اللي صادر عن ترافيس بعد ما أطلقوا عليه الرصاص، لقوا أنه اتجه ورجع للبيت، وهناك للأسف قضى آخر لحظات حياته ومات. ساندرا صارت وحيدة تماما وقلبها تحطم برحيل ترافيس اللي كان يعني لها كل الدنيا. ومن كانوا يسألوها الصحافة والموضوع كان غريب، انها كانت تبكي على ترافيس مو على صديقتها اللي دمرت حياتها، وكانت دائما تقول انه يعني هي مقهورة على ترافيس اكثر من صديقتها، وانه تتمنى لو يرجع الزمن ويكون ما صار هيك شيء. وبعض الناس اتهموها انه هي السبب بمقتل صديقتها ورحيل صديقتها، لانها كانت مربية هيك حيوان بالبيت بدون تصريحات رسمية، لكنها كانت دائما تبكي وتقول لهم انه هي يعني داست على قلبها وطعنتها من شافتها دا يحاول انه يعني يهاجم صديقتها، فانه قالت انه انا على مودها طعنت يعني ابني باعتبار. وقالت ايضا انه ترافيس بهذا اليوم هاجم شارلا بس لانه هي كانت بهذا اليوم صابغة شعرها احمر، وهو ما
كان شايفها بهذا اللون الأحمر، وبعد ما شافها لازم الدمية بإيده اتوقع أنه هي ممكن دا تسرقها أو شيء. وهو أيضا مثل ما قلت لكم كان يأخذ أدوية يعني مضادة للاكتئاب وللقلق، فهاي كلها أثرت على حالته وخلته يتصرف بهذا العنف تجاهها، وأنه هاي أول مرة يكون بيها ترافيس لهالدرجة عنيف. طبعا بعد هاي الحادثة تفعل قانون عدم تربية هيك انواع من الحيوانات البرية بهاي الولاية، ويعني تفعل وصار ممنوع ابدا انه احد يقتني هيك حيوانات بدون موافقات رسمية، الى انه ساندرا تجوز لا، ظلت طبعا بالبداية تربي كلاب وتربي قطط واحصنة، وحتى راكونات المنطقة كانت توكلهم، هي كان عندها كونكشن ويا الحيوانات اكثر من البشر، هاي كلها اوكي وحلو، لكنها ما جازت ورجعت اشترت شمبانزي ثاني وبدت تربيه من الصفر وسمتها تشانس، لكن قانون عدم اقتناء الحيوانات بمدينتها ما خلاها انها تجيبها يمها، فخلتها يم صديقة الها خارج المدينة. وبعد سنة وبسنة 2010 توفت ساندرا ببيتها بظروف طبيعية، أما شارلا فعاشت مثل ما قلت لكم حياة تعيسة جدا بين العمليات وبين أنها تطلع بالبرامج تطالب بحقوقها وتطالب أنه يرجع لها يعني حقها باللي صار وياها، خصوصا أنه هي يعني قاضت الولاية اللي عايشة بيها واتهمتهم أنه هم سبب باللي صار لها، وطلبت من عندهم تعويض أكثر من 100 مليون دولار على الأضرار اللي صارت بيها. رح تقولي ليش؟ لأنه يعني الولاية مفع على القانون اللي هو اصلا كان موجود بعدم اقتناء هيك حيوانات، وانه سمحوا انه يعيش حيوان بري بطريقه غير شرعيه ويا صديقتها. وطبعا القضيه ما وصلت لاي مكان يذكر، فلهنا خلصت هاي القصه الغريبه جدا. يعني الحكمه يمكن الوحيده منها والرساله انه الحيوانات البريه المفروض تعيش بمكانها الصح بالطبيعه او بالمحميات الطبيعيه اللي يتم بها المحافظه على هيك حيوانات، مو بحدائق الحيوان، مو بمحلات او اماكن غير شرعيه، لا ابدا، مكان هاي الحيوانات هو بالبريه. واكو الف خيار ثاني، ممكن حيوانات تتربى داخل البيوت وتكون كلش مسالمة وجيدة، أما هيك أنواع من الحيوانات فمكانها يعني بالبيت رح يضرك أولا وثانيا يضرهم هم أيضا. الشمبانزي حيوان مهدد بالانقراض ومستمرة لحد اليوم عمليات المتاجرة به وبيعه وصيده لحد يومنا هذا، رغم كثير أكو قصص أثبتت أنه هيك حيوانات مكانها الحقيقي هو البرية أو المحميات. أتمنى تكون عجبتكم القصة وعجبكم الفيديو، سووا لايك إذا عجبكم، والناس اللي مشتركين اشتركوا، عائلتنا تكبر يوم بعد يوم، وتصبحون على ألف خير.